السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبائي الأعزاء في هذه الحلقة الجديدة تاع اليوم، كيف ما عودتكم دائما وصفات طبيعية وصحية وغير مكلفة. هذه الحلقة هذه تاع اليوم ما فيهاش وصفة، إنما هي حلقة خاصة بطلب من بعض المتتبعين الأعزاء، وعدتهم أنني نقدم لهم هذه الحلقة هذه خاصة، حلقة خاصة يعني لمعرفة الفرق بين زيت الزيتون الأصلية وزيت الزيتون المزيفة. هذه الطرق هذه هي بسيطة وتقريبا جميع الناس كيعرفوها إلا بعض الناس. الطريقة الأولى، كنميزو زيت الزيتون تتكون اللون ديالها أخضر جميل بزاف، أما زيت الزيتون اللي كتكون مزيفة فهي كيكون اللون ديالها بحال زيت المائدة اللي كنستعملو في المطبخ ديالنا. هذه الطريقه هذه غير امنه، اما هالطرق هذه بجوج يعني طريقه اللون فهي غير مؤكده. اما بالنسبه للطريقه يعني الناس اللي كياخذوا الزيوت من منطقه اللي كتصنع فيها، هذوك الناس ما كيحتاجوش انهم يديروا هاد الاختبارات هذه، يعني هذوك كيشوفوا بالاعين ديالهم اشنو هما المنتجات اللي كياخذوها، يعني طبيعيه 100%. كاين بعض الناس اللي يكون بعيد عليهم المنطقه اللي كتصنع فيها زيت الزيتون وكياخذوها من عند باعة متجولين، هذوك الاشخاص هما اللي يمكن لهم يستعملوا بحال هاد الطرق هذه باش يتاكدوا ان زيت الزيتون اللي خداوه فهي اصليه 100%. على بركة الله، بغض النظر على اللون ديال زيت الزيتون، هاد زيت الزيتون فهي اصليه. كاين زيت الزيتون الاصليه يعني اللي كتكون اللون ديالها ما تدوزاتش واحد المده كبيره، كتاخذها من المنبع ديالها اللون ديالها تيكون اخضر بزاف. انا هاد زيت الزيتون خديتها شهر هادي باش خديتها من المنبع ديالها، يعني دوزات عندي مده في البيت، يعني داكشي علاش تغير اللون ديالها شويه. زيت الزيتون الاصليه غادي تاخذوا واحد القطره من زيت الزيتون وديروها في اليد ديالكم بحال هذا الشكل هذا، ودعكوها احباء الاعزاء واحد 3 ديال الثواني. فاش غدعكوا الزيت في اليد ديالكم 3 ديال الثواني غادي تحسوا بواحد الحراره، يعني واحد درجه الحراره كترتفع شويه في اليد ديالكم، واحد السخونيه، وغادي تشموا ايضا رائحه زيت الزيتون، تشموا زيت الزيتون قويه بزاف مجهده. هاد الطريقه هذه الى شميتوا رائحه زيت الزيتون وحسيتوا بالحراره في اليد ديالكم فهي زيت الزيتون طبيعيه 100%. بالنسبه للطريقه الثانيه فهي طريقه المجمد، غادي تاخذوا القليل من زيت الزيتون وديروها زيت الزيتون اللي عندكم ديروها في شي كاس ديال الزجاج وتحطوها في المجمد لمده ساعه حتى لساعه ونصف الى تبدل اللون ديال زيت الزيتون. كيف ما كتشاهدوا هذه اصليه، الى ما تبدلش هذا اللون هذا ديال زيت الزيتون فهي اصليه، ولا تجمدات كامله يعني تجمدات كامله كيف ما كتشاهدوا. انا ما درتهاش بزاف في المجمد، يعني ما كاملاش 10 دقائق. نتوما احبائي الاعزاء تخليوها ساعه حتى ساعه ونص، إلا بقات اللون ديالها بحال هكا خضر فهي زيت الزيتون طبيعية 100%. أما إلا ما كانتش زيت الزيتون حرة، كانت مزيفة، فغادي تبدل اللون ديالها، غادي يولي اللون ديالها بحال الزيت اللي كنستعملو في المطبخ، يعني زيت المائدة، وما غاديش يعني تجمد بواحد القوة، كتبقى شوية دايرة سائلة شوية، كتبقى يعني المكونات ديال زيت الزيتون هي كتبقى قاسحة. زيت الزيتون فاش كديرها ساعة حتى ساعة ونص مجمد فهي كتبقى قاسحة وما كيتبدلش كيف ما ذكرت لكم اللون ديالها. اما الاخرى فهي كيتغير اول علامة كيتغير اللون ديالها وما كتجمدش بواحد يعني بواحد القوة، كتبقى سائلة شوية واللون ديالها كيولي مائل لزيت المائدة اللي كنستعملو في المطبخ ديالنا. كنتمنى منكم احبائي الاعزاء وتسمحوا لي الا طولت عليكم، كنتمنى منكم ايضا انكم ما تبخلوش عليا التشجيعات ديالكم والدعوات ديالكم، وكنتمنى منكم ايضا انكم تنضموا لي القناه وتشجعوني بلايك باش دائما يوصلكم الجديد، والى اللقاء في حلقه قادمه باذن الله.